تفضل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، فشمل برعايته حفل افتتاح النسخة الخامسة من الأولمبياد المدرسي الذي أقيم على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطائرة بحضور سعادة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد عبد الرحمن صادق عسكر، وعدد من كبار المدراء والمسؤولين باللجنة الأولمبية ووزارة التربية والتعليم وممثلي المدارس المشاركة. حفل الافتتاح بدأ بوصول سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة راعي الحفل مصحوبا بعزف السلام الملكي لمملكة البحرين، تبعه تلاوة من آيات الذكر الحكيم للطالب القارئ زكريا القشار من مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين. ثم ألقى الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد عبد الرحمن عسكر كلمة رحب فيها براعي الحفل والضيوف الكرام، وأكد أن الأولمبياد المدرسي يمثل تجسيدا حقيقيا لحرص اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى نشر الثقافة الرياضية في المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن النسخة الحالية تشهد مشاركة 57 مدرسة يمثلها أكثر من 3500 طالب وطالبة يتنافسون في 20 لعبة رياضية. وعقب الكلمة سلسلة من العروض الفنية الرائعة التي نفذها مجموعة من طلبة وطالبات مدارس وزارة التربية والتعليم بإشراف من إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات بوزارة التربية والتعليم، حيث قدمت الطلبة والطالبات مجموعة من اللوحات الفنية المعبرة، منها اللوحة التي عبرت عن شعار عام الذهب فقط الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على العام الحالي 2018 لتعزيز ثقافة الإنجاز والتميز لدى الرياضيين. فيما بعد ذلك تفضل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بإيقاد شعلة الأولمبياد المدرسي معلنا افتتاح النسخة الخامسة من الأولمبياد المدرسي. بسم الله وعلى بركة الله، نفتتح الدورة الخامسة للأولمبياد المدرسي متمنين للجميع التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاريع رياضية كبيرة ورائدة كان من ضمنها الأولمبياد المدرسي الذي ركز على الرياضات المدرسية وأولاها الاهتمام الكافي ليعكس رؤية الحكومة الرشيدة وتطلعاتها المستقبلية لإنشاء جيل متعلم ومهتم بالرياضة وملم بها. الأولمبياد المدرسي يجسد رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويأتي تأكيدا على ارتباط الرياضة البحرينية بالمواهب المدرسية التي تتعطش لتعزيز مهاراتها وقدراتها وستتمكن من عيش أجواء الأولمبياد من خلال هذا المشروع الوطني الرياضي الذي يستهدف الطلبة والطالبات في جميع المراحل. سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية،
حرص على لقاء الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع لرحلتهم في الحياة وأمنياتهم الرياضية. وأكد سموه أن التنوع الموجود في منافسات الأولمبياد المدرسي سيتيح للطلبة اكتشاف مهاراتهم والتعرف على كافة الألعاب الأولمبية، ما سيشكل ثقافة رياضية جديدة وسط المجال التعليمي. اليوم تشريف سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ورعايته لهذا الحدث الكبير، هذه طبعا دافع كبير للطلبة وللمنظمين وأيضا الفنيين أن الكل يبذل كل ما في وسعه حتى تلغى هذه النسخة النجاح كما كانت النسخ السابقة. برغم حفلتنا اللي كانت حفلة بسيطة وبسطة، لكن حضور الشيخ ناصر أضاف حفل الكثير، وفعلا المدارس كلهم حسب أهمية متابعة القيادة لمثل هذه الفعاليات، واللي نتمنى إن شاء الله هالفعالية تبرز لنا مجموعة من اللاعبين راح يمثلون بحرين مستقبلا خلال الألعاب الرياضية العشرين المختارين في هذه البطولة. أهمية دعم هذه الفئة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة تأتي من منطلق حرص سموه على تفعيل هذا الجانب المهم في حياتهم، خصوصا وإنهم منهمكين في طلب العلم والتعلم، حيث سيخدم هذا المشروع الرياضي تطوير القدرات والإمكانيات لدى الطلبة، وسيساهم في ظهور مواهب وعناصر متميزة وتعزيز القيم الاجتماعية ومفهوم الثقافة الوطنية لدى الطلبة والطالبات. الأولمبياد المدرسي سيقام على مدار أسبوعين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث سيشارك في النسخة الحالية 58 مدرسة من بين المدارس الحكومية والخاصة، وسيمثلهم أكثر من 3000 طالب يتنافسون على أكثر من 20 لعبة.